رباه تجلى ببديع الأكوان، واللطف بنعماك أطلى حمدا للمنان. رحمك بقلب يتسلى بضياف الديان، قربني منك وهل أحلى من قرب الرحمن. في السر ينادي والنجوى وعليك التكلان، ورجائي في عفوك أني لست سوى إنسان، لست سوى إنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، بالحب والوفاء نجدد بكم اللقاء في مسابقة القرآن الكريم في الموسم الأول لجائزة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله للقرآن الكريم. مشاهدينا الكرام، نبدأ هذه الحلقة بالتعرف على المتسابقين معنا في هذه الحلقة. بداية يعرفنا المتسابق الأول باسمه فليتفضل. الاسم عبد الناصر محمد عامر، محافظة المحويت. أهلا وسهلا بك عبد الناصر من محافظة المحويت. تفضل المتسابق الثاني. الاسم علي يحيى حسن مستباني، محافظة حجة. أهلا ومرحبا بك علي من محافظة حجة. كما نرحب أيضا بالمشايخ الفضلاء لجنة التحكيم التي ستدير اليوم هذه المسابقة، فلتتفضل اللجنة بتوجيه الأسئلة للمتسابقين. نرحب بالمتسابقين. المتسابق الأول علي عبد الناصر محمد ناصر، محافظة المحويت، وبالمتسابق الثاني علي يحيى حسن مستباني، محافظة حجة. ويتقدم الشيخ غيلان الوليد بإلقاء السؤال الأول على المتسابق الأول. أسمعنا من قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب، أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. حسبك وبارك الله فيك. يتفضل الشيخ خالد الخضمي بإلقاء السؤال الأول على المتسابق الثاني. اقرأ علينا من قول الله تبارك وتعالى:
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. حسبك وجزاك الله خيرا. يتفضل الشيخ غيلان بإلقاء السؤال الثاني على المتسابق الأول. أسمعنا من بداية سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا
وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. أعدها. يخربون بيوتهم بأيديهم. أعدها للمرة الثانية. يخربون. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لعذبهم في ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم بها في الدنيا. لعذبهم في الحياة الدنيا. لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. حسبك وفتح الله عليك. وننتقل إلى المتسابق الثاني ويتقدم الشيخ خالد الخضمي بإلقاء السؤال الثاني. السؤال الثاني اقرأ من قول الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى
واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أحسنت وفتح الله عليك. بارك الله فيكما وأحسنتما وجزاكم الله ألف خير. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام. فاقبل اللهم ربي صومنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. مشاهدين الكرام، ما أجمل أن يتنافس حفظة كتاب الله في شهر القرآن على جائزة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله. مشاهدين الكرام، سنستمع بعد الفاصل إلى نتيجة هذه المسابقة ومن هو الفائز في هذه الحلقة، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. ما أحكم قول الرحمن، قرآني لغة الإيمان. ما أحلى القرآن جليسا، ما أفضله في الميزان. فصلوا بالحق إلهي تبيانا لبني الإنسان. للقلب دواء وربيعا، غيثا من قطر الأمزان. يغشى بالرحمة قارئه، ويرق جمود الجدران. وبه يتقرب يا ربي، اللهم اقبل قربان، اللهم اقبل قربان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، بعد أن استمعنا مشاهدينا الكرام إلى تلاوة المتسابقين، نبقى الآن مع النتيجة ومع لجنة التحكيم، فليتفضل الشيخ إسماعيل لإعلان النتيجة. حصل المتسابق الأول عبد الناصر محمد ناصر عامر محافظة المحويت في الحفظ على 98 درجة، وفي التلاوة على 98 درجة، وبهذا يكون مجموع درجاته 190 درجة. وحصل الطالب أو المتسابق الثاني علي يحيى حسن مستباني في الحفظ على 100 درجة، وفي التلاوة على 95 درجة، وبهذا إن مجموع درجاته 195 درجة، وبهذا يكون الفائز هو عبد الناصر محمد ناصر عامر. إذن حصل المتسابق علي يحيى حسن على 100 درجة في الحفظ و95 درجة في التلاوة، وبهذا يكون مجموع درجاته 195 درجة. وعبد الناصر محمد ناصر من المحويت حصل على 98 درجة في الحفظ و98 درجة في التلاوة، ويكون مجموع درجاته 196، وبهذا يتأهل عبد الناصر إلى المرحلة الثانية من هذه المسابقة. وأما الطالب والمتسابق الثاني فليتفضل لاستلام جائزته. هذه الجائزة مقدمة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، وهي عبارة عن مصحف مرتل بالإضافة إلى مبلغ مالي مقدم من مؤسسة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، بالإضافة إلى شهادة مشاركة في هذه المسابقة. ألف ألف مبروك لكم. مشاهدينا الكرام، أنتقل بكم إلى الفقرة التالية.